السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة المسيوية. اليوم نحضر معكم واحد المسمن كيجي مرق، كيجي ناجح بواحد الحشوة رائعة وسهلة في المتناول. مسمن كما كتلاحظوا مثل الورقة، ما كيجيش معجن، ما كيجيش غليظ. اللي كياكلو كيسولك على الطريقه اللي كيجي بها هذا المسمن بهذه الطريقه وبهذه التقرميشه. طيبتو، بغيت نشاركو معكم الاخوات اللي كيجيهم المسمن غليظ وما كيجيهمش مورق، يتبعوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخير ويشوفوا الطريقه سهله وفي المتناول مع بعض النصائح داخل الفيديو. بالنسبه للعجينه، غندير كاس ديال طحين ديال الفينو، جوج زلافات ديال الفورس، تقريبا 600 غرام ديال الطحين، معلقه ديال سكر سنيده، الملح حسب الذوق، واحد طريقه ديال الخميره الفوريه. هنايا غنعجن بالماء دافي لان الجو بارد. بالنسبه لكان الجو سخون في الصيف تعجني غير ما بارد، تستغني على الماء سخون. خديت جوج زلايف ديال الطحين ديال الفورص، زدت عليهم واحد الكاس ديال الفينو، طحين ديال القمح الممتاز، معلقه ديال سكر سنيده باش داغي كيتحمر ليا ما ياخذش ليا الوقت في الفران ويقساح ليا. هذا هي السر ديال هاد المعلقه ديال السكر سنيده اش درناها. وبالنسبه لهاد الطريقه ديال الخميره، كتخليه يجي خفيف وكيتنفخ، ما كيجيش صامت، ما كيجيش غليظ، غير كيتنفخ كيتورق من كيكون في الفران. كنعجن وكندلكو مزيان، تكون العجينه مدلوكه مزيان، ندلكو ورجع معكم نكملو الفيديو. من بعد ما عجنت ودلك مزيان ولات عجينه رطبه، كناخد بلاستيكه كندير فيها شويه ديال الزيت المائده، كندير فيها العجين ترتاح اطول مده ممكنه. تقدر تعجني مع الصباح بكري وتخليها حتى العشيه، على الاقل يجلس واحد 4 سوايع ولا 3 سوايع يرتاح باش يتخدم ليا مزيان ويتورق ليا. من بعد ما ارتاح ليا مزيان، غنشكل كويرات. غندير كل كره فيها 3، كل مسمنه فيها 3 كرات، جوج كرات مسطين وكره الثالثه اللي كتلف عليهم كتكون كبر منهم شويه، يعني 12 كرة غندير. بالنسبة للحشوة، راني صورت فيديو تمحى ليا ما لقيتوش، خديت البصلة شحرتها، 3 البصلات شحرتهم مع مليحة، شوية ديال زيت الزيتون وشوية ديال الخرقوم، شوية ديال سكنجبير. خليت هذيك البصلة حتى طاحت ليا، وزدت عليها الفلفلة، جوج فلفلات هما قطعتهم رقاق وخليتها تتقلات ليا مزيان. زدت معاها واحد المعلقة ديال مطيشة ديال الحك، وزدت عليهم الزيتون مقطع رقيق، زيتون خضر اللي بلا عظم، وزدت عليهم الفرماج وطفيت عليهم خليتهم يبردوا. بالنسبه للزبده اللي غنورق، زدت واحد جوج معالق ديال الفينو وخماره، 125 غرام ديال الزبده ذوبتها كنخليها على جنب، وزلافه درت فيها زيت المائده. كناخذ الكره الاولى كنورقها. بالنسبه للحشوه، من بردات خديتها وقسمتها على 8 القطع. اي حشوه يمكن لكم ديروا، يمكن لكم تزيدوا تاع خيزو القرعه، يمكن لكم تزيدوا الكفته، انا اكتفيت بالخضره. ويمكن لكم ديروا داك بالوراق، تقطعوا حتى ورقيق حتى كيجي فيه المسمن زوين، وتزيدوا على هذا الخليط، تزيدوا عليه الحار الا كان وليداتكم كياكل لكم الحار. خديت الكره الاولى رققتها مزيان باش هذاك الرخامه ولا الفيانس يبان من تحت، من هاد العجينه يكون رقيق بزاف، تكون العجينه رقيقه بزاف. هانتوما راه كتشوفوها مورقه، ملي كتخلوا العجينه ترتاح راه كتساعدكم انها تورق. في كل لفه كندهن بداك الخليط ديال الزبده والفينو والخمار. كناخذ الكره الثانيه بنفس الطريقه حتى هي كنورقها، كناخذ هذاك الخليط كندهن به، دائما كنورق بالزيت وكندهن بداك الخليط في كل لفه، كندهن بداك الخليط، ما نحاولش نكثر بزاف باش هذيك 125 غرام ديال
ديال الزبدة تقدني في هذيك 12 كرة. كناخد المسمنة اللي عمرت، الجهة اللي فيها الحشوة كنحطها موالية المسمنة، والجهة اللي لفيت كندير فوق منها الحشوة باش تجيني الحشوة في كل جهة، تجيني الحشوة لتحت وتجيني الحشوة الفوق. هذه بالنسبة للمسمنة جوج. أما المسمنة الثالثة اللي علف فيها غندير العكس، المسمنة الكبيرة اللي علف غنورقها مزيان، والجهة اللي فيها الحشوة غنخليها هي الفوقينية. هانتوما تشوفوا في الصورة باش ما تجينيش جهة فيها العجينة وجهة فيها الحشوة. الجهة اللي فيها الحشوة كنخليها هي الفوقينية، والجهة اللي فيها اللفة لتحت باش تجيني لفة لتحت ولفة لفوق. بهذه الطريقة كنبقى تكمل المسمن ديالي كامل ونخليه يرتاح ونوضعه في طاوة تكون مدهونة بالزيت. من بعد ما ارتاحت كنكون شعلت الفران يسخن من الفوق ومن تحت على درجة حرارة، درجة الحرارة تكون مرتفعة. يعني إلا كان فران ديال الضو كندير 240 درجة حتى كيسخن مزيان، ونهبط الحرارة لميتين، نشعل عليه من الفوق ومن تحت. مني كيسخن مزيان كنطفي الفوقيني ونخلي غير التحتيني، وندخل المسمنة ونخليها حتى كتنفخ، عاد كنشعل الفوقيني تحمر. بالنسبة للفران ديال الغاز، انا غنطيب فران ديال الغاز، غنشعل الفوق والتحت على درجة حرارة مرتفعة، ندهن المسمنة قبل ما ندخلها ندهنها بواحد الخلطة ديال التحميرة بابريكا. لكن الوليدات ديالكم كياكلوا الحار ديروا شوية ديال الحار وشوية ديال الزيت، وكندهن به المسمن ديالي كامل، وكندخل المسمنة حتى كتنفخ مزيان، عادش كنطفي الفوقيني وكنهبط التحمر لتحت. دائما كنحاول نرقق الجوانب كي هما اللي كيجيو غلاض، هذوك الحاشيات اللي كيكونوا في الجنب، ونحاول نرقق شويه المسمن باش ما يجينيش غليظ، لان في هذيك الطريطقه ديال الخميره غادي يتنفخ. من بعد ما دخلت المسمنه باقا درجه الحراره مرتفعه، الحراره هي اللي كتخليه يتنفخ ويجي مورق، كنهبط لتحت وكنطفي الفوقيني صافي، وكنبقى نطيب بحالك بنفس الطريقه. يعني كندخل هذه من تنفخات ليا هبطها لتحت تحمر، ودخلت المسمن حتى يتنفخ ليا عاوتاني حتى هو، ونهبطه لتحت يكمل الطياب ديالو. بنفس الطريقه كنكمل المسمن كامل. ها هو تنفخ ليا المسمن، درجة الحرارة ملي كيكون العافية مجهدة كيتنفخ، راه ماشي غليظ غير مورق، كيبان ليك هاتي راه مورق مكيبانش ان راه غليظ. ملي كتهبطيه لتحت كتقرمش هاديك الواجهة ديالو، كيجي مقرمش كيجي مورق رقيق بحال الورقة ديال البسطيلة، وكتجي ديك الحشوه بالفرماج من الداخل. الفرماج انا درت هنايا فرماج احمر، اي فرماج يمكن لكم ديرو، ويمكن لكم اي حشوه ديروها. انا درت هاد الحشوه ديال الخضره والفرماج، جات زوينه وجات بنينه وجا مورق خفيف مقرمش كيتكال سخون، كيعجب الوليدات. نتمنى الفيديو يعجبكم، الى عجبكم بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الاعجاب باش يوصلكم اي فيديو ان شاء الله حطيته في القناة. دمتم في رعاية الله، وفي فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، وفي فيديو اخر ان شاء الله.